الكثير من الأحداث تمر في ذاكرة المناضل سعيد الإبي الذي شارك في ثورة 14 من أكتوبر كأحد أعضاء جبهة التحرير. ومن مفارقات مسار الثورات والمناضلين أنه سجن قبيل جلاء نوفمبر بعدة أشهر، ثم اعتقل بعد عدة عقود في عهد المخلوع علي صالح قبل ثورة 11 من فبراير. هكذا يبدو حاله كشاهد على التاريخ وعلى حال هذه الشريحة النادرة من الرجال. التخلف الذي أورثنا الاستعمار والإمامة جعلت الثورة تنهز هزة بعد هزة، لن تتثبت بجميع أهدافه. ولكن الآن برضو في مؤامرة الآن على المجتمع اليمني، وهو التعليم. التعليم الآن في مؤامرة على التعليم ليعودنا إلى القرون الأولى، لقرون الجهل والتخلف والتمزق. الثورة ثبتت ولكن الأهداف لن تطبق بكل معانيها الحقيقية. الأهداف عبارة نحن نقرأها في الأوراق أو في الإعلام، ولكن نحن سنحاول وسنوصي الأجيال أن يحاولوا أن يفرطوا أهداف ثورة أكتوبر وسبتمبر و11 فبراير. هذه الثورة، الثلاث ثورات يجب أن تطبق. عشرات المناضلين ممن أسهموا في تحرير جنوب الوطن من الاستعمار البريطاني اجتمعوا في هذه القاعة بدعوة من رئيس الوزراء في تكريم تم بعجالة خلت من أي مظاهر احتفالية. بل إن الاحتجاج على الأحوال المعيشية للمناضلين بشكل خاص والمتقاعدين بشكل عام قد تخللت هذه الاحتفائية الروتينية. يعتبر حضورنا هذا تجسيد لثلاثين نوفمبر، لكن يا للأسف أن 30 نوفمبر جاء من أجل يرفع الظلم والمظالم التي كنا نعانيها من بريطانيا. واليوم نحتفل ب30 نوفمبر وكثير من أطفالنا ومن رجالنا ونساءنا يموتون من المجاعة. هو جرس يقرع لتدارك قامات لها قيمة مهملة رغم احتياج مدونة التاريخ اليمني ومراكز البحوث، بالإضافة إلى حاجة الوطن أن يبادلهم الوفاء في كبرهم نظير ما قدموه في ريعان شبابهم. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.